أنا 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 خميس أنا 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 وأنا بدن كتري سيدي أيس دحقل وسمين لهاي تذكر مقل كنا فذا كاهي وحصوق من قابس سي حاو قضح ويدتي كان مقالة لندن لكن سندي هو جدا بي مرر فربضون هل كان يتمعتو كل ما ضنوا كل وقبتها دلني يرضى تردد وحليش شيء عادي أننا أنت عادي هذا قبضن تهي لكن ما أنت أنت أنا بقول أنك كسو حاضر تي حتى بقول أنك يو أحترق أوي يا شيء اللي يرى ذا مقال كنا فذا كا إن وحنا كوري صندونا إن حاو قضح وحنا يجي ترجمي دونا عبد الشكور محمد عبدي بالمرك هرا أنا أجنو سيدا وحسن الله في سنيان إيو سيدا أي وحب رئيس اللي يرى ذا لكن دي ترى ده كم قال كنا فذا كي أب بين تاوجا بالنتي سوما ها واحد ترى مك حفلة حلو قط رود ترى ده أريات بوفر بالنتي ها يا ها يا ها ده ما تدو جو إلى هاي ستة هاي كوت المعمل أي واحد برا شال عنكو ها ها لما بروح بحاجة تبعي تري مدو حوي السكول ده وقف لينكو ها ها لا بس أنا لويت كلفت ركيسي وأنا هاي نسقنا متكف فلان وأيس لف فهمية معناها يجي دحدود أو بحن في قبل ذيك سنة لويت كإن كر لقى هذا أو لا أو واي سيدا يوسف هاي من كده ها بس فهمية لكن يربي كل دوين ها قانا سومالي بوحكو بارتان سيدا هرقيسة ها ها هو المكالا بوحكو بارتان انجليش بوحكو بارتان تاسا كيدا سمكا ان يريني كلا دوغونا دا وحد كتلا دا ساين لانجويج وحانا قانا اما انكورا يايو كلا دوية هاي بريتش يا امريكان يا كانيان يو كيبا هل كان لوب بدا يدي هل كان استماني واكي امريكا بار استعمالا سومالي اولا سكول احتراي مكا كينيان كيبا تكتورتي قاركود باكو جرا مركا واحد تبغى امريكا يورو صوماليا يو كينيا يو كي فتح عبد الشكور واحد ويديسا يدو لندن بيكون نوشا هاي بل هادا كور روح برشا يدد كدقاها لندن وي كل دوين وي انجلس كان خاصه هور مربي باكرا تو انا بدن باكشوغا معلمين تو دو قوه دوله كو خيران او شقيه لكن هل كان معلم بدل متشوغا هذا هاي سكول لما يستار مك ايد كي كبح هاي دوكس سوري قالوا انتربريت لما هيستار اوكي لكن الا فصل كسيدات وهي هيستار ترجو انا ما هيستار معلمين 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 ضعيف وبهيستار او ان قفل له او اقوم بدل لا ما هيستار اوكي هذه كبح يا دبو كيا ارضي لما يصير مثلا 8 كا ايا دب معلم نقني ها اوكي مركز كبير مو بقران ده مركز سكول يجامع ده بقران يجامع ده ماني جرين دقول ياش ها قلنا يمكن هيرين كأي واحد مقل سي عادي قابل لك قلنا أرضي ده دقول ياشو
لكن ما هيستار معاني انتربريتر او معاني كان قالي قرب جوك سودو دي او ترجمة دوكسيكي ساري هاي هاي مركز تو اي دادكا داقا قبياشي قلنشي بيان داقو ليش قلنشي بيان واسطح عمالب شام على كل ماذا سيدان او كلايا قبان قابسو ما اقوي ان اللقى فايدة كو ان تريمان مورال ها ها يا عافيمات واي وي يرى مكي غور غودي جوغان بتريم او مع الوالد كو دي اسمه فهميا ما كان كثير لا غسبي دريم ها 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 ات كاي لا شاكستانو دي سانكي غارني سانه بيجرت ها ها بوشه ده لفت كيري دتك ده شاهي يلعب لهي دحق لهي ما سانكي ما غرنيا كو دينت ها ها ولا برا صلاتك كو. ها ها ما انت جمعها ساجيتها دي لو ترجمه او اي هلال دتكي دينتي سي لوغو فانسي ما انت جمعها ولي انت ترجع او دينتي مشات تتجان كده او بس هو قاعد انت دينتي او ما انت جمعها مركي تغان ايو تريمان ها 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 او لو ترجمه كو ومهم تاس كو لبا هاي كلمه بهين لا عاوي وحبرشادين لقى عاوي وحبرشاد توصو لما يسترنا ما هيستا مركاين لقى عاوي وحبرشادا لبا تصدحات وحيو بهين بيت الاسكول جار هو دكس سرا او لو هاي 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 سمك على الوسط مي معلمين انتربريتري سو توبر واحد كنت راهدا ما هبلوها او بدن دد كلك يما ده ما انت ده هبلوها بدن ان ما ما انا يمنين ما بركه قاروي مدى انت بدن كوبد عيار مال تخميس حبلوه يجمع عيار حبلوه عيار هكا بي مدى بركه أوكي وين كوشها وين كوشها كستان؟ إسكو قاعدين حاولوا سما بكوشها كستان. أوكي. مركا سما اللي هم بكم يالو إسكو ميا إن أوكارا ده كده هلا. كي إسكو كي غوري ده غوري أشوفه ها غور ما؟ كبر عدد طيب. كبر عدد طيب. كون يستعان بقرية تدري سلاش كبر نفري. كبار بكرة ده مثلاً دولة الصومال لما بسكون كيد وغيره لغوري ها يا ها يا مقصدي هو رأي وش قين شري إمك أو مش قين هرجيسة ركوب بي يلا دي هرجيسة ما ركول لا بس كل بيلا هرجيسة لا بدو بري فلو معنا حتى كاران ها يا ها يا ها دولة دمالة من فوق نو يكون يلا مركين تاي سيب السعودية بس كسرين ين تاي سوسة أبو إنت بلا وقت جاي وحبر لها كل عاي واحد ويدي سا عبد الشكور هدي دف كوميونيتي أما دت كا مقال كنا فدا كا سومالي ده دبده كنا أي عوو ويدي سن لهي ما هي ويدي سن لي ها سومالي ده شو جا ها وحبر شد إن لقى عويان هو ربريتي دكو إني سكول لا أفورا ما علمت هلا العقد كعاويا ها واس ها ما كنت العقوة يا معلم كيف تري تقول مرة شبيا وخب حمش فعدين الله هلا قرر ده بده أي كعاويا فوق العقد معلمين تها وحبرشاد بقوي سيس عنس ورمك إنه كربوك عاي إن ما دام أنا يشرين سكول لكو فعلا أو اللي يرد مقال كناف هذا كاهي أي وحكو برتان هي أجب كي وحبرشاد وبا مركا كلن كانوا كله وحاول نقول يا مد أديال فايدة وقوله
dhalinyarada oo sida arkaysaan imka qoraalkii farta oo dabcan sawirada inay ka muuqdaan ayay hawo baraysa in gabadha dhalinyarada waa kamida dadka iyo ka faa'iideystay xaruntan loo yaqaan Hargeysa Deaf Club ama kulanka dadka maqalka naafada ka ah magaca ku dhaadeer نعيمة أبا كو سلامة يا كده نعيمة حد كترة كلن كانوا كلم حفا إيدي إذن لي هاي
marka waa jacalaan lahayd in kulamadan oo kale ay sii socdaan oo khamiisaha sal la isugu yimaado gartay iskuulka wax dhibaato ah inama ku qabtaa marka macallinku markuu klaaska xaggaas kula taagay ma maqlaysaa ma maqlaysaa hay markuu macallinku halkaas kula taagay ku soo dhawaada abka taga sida casriga ah ee faras waxaad kala soo degi kartaa App Store-ka iyo waliba sidoo kale Play Store-ka. Ma ogtahay daawada inaad ka faa'iideysan karto Faras Miles oo ah dhibco lacag oo kuu ururaya kuwaasi aad u bedelan karto internet, M-Pesa, kaarka ku hadalka iyo waliba sidoo kale inaad u dirto saaxiibadaada isticmaala Faras Miles. Ka faa'iideyso Faras Miles Nairobi. Abdishukur waxa uu ka mid yahay dadka khubarada ku ah sign language-ka waxa loo yaqaano amma luqadda ay ku wada hadlaan dadka maqalka naafada ka ahi horta Cabdishukuro sideedaba kelmadda sign language waa af ingiriisi wey af soomaaliga maxaa la yidhaaha suuldhabaale marka luqadda suuldhabaale ha la yidhaaha muddo aad imika la shaqeynaysa dadka maqalka naafada ka ah maanta maqaamkii joogay maxaad ku tilmaami lahayd wax ma iska bedeleen salaam waxa aad iyo aad mahadsan tahay su'aashaasi jawaabteedu waxa weeyaan haa markii hore macallinka wuxuu dhigi jiray adduunyadana kuma xidhnayd imika waxay sameeyeen self study bay sameeyeen oo qof inay iyaga isku filadaan weligan maanta goobtan la joognay soo booqanay macallin lama joogo dadkoodii dibadda u baxay ee dhagoolayaasha ahaayee dibadda ka soo noqday ba aqoontay kala yimaadeen dibadda iyo wixii ay dibadda ku soo arkeen halkan keena sanad walba gabadhan xaalad qodax oo runtii ah qof aad iyo aad u dadaal badan sanad kasta wax isku daydaa inay soo minguudiso aqoontay ay ku soo arkeen dibadda marka dabcan haaban unu kale jawaabta su-aashaas haa marka baahiyaha hooyadana dee aad baad uga warhaysaa kuwan ay tilmaameen in macalimiintii loo xoojiyo oo xaggii diintana laga caawiyo mooyaane baahiyahooda kale maxaad ku tilmaami lahay wallahi aad iyo aad baad mahadsan tahay baahiyahoodu way fara badan yihiin marka hore manhajka dadka qaabeeya manhajku waxa weeyaan waa qaabeeyaha ardaygii markuu xaafadda kg laga soo bilaabo afar jir yahay ilaa uu maalinku jaaadacaad uu dhammaynayo shayga ilmahan qaabeeya horta waa manhajka marka manhajka koob ayaa u baahan in dib loo eego oo lagu xisaabtamo inay jiraan dad baahi gaara leh oo dee dhagahuna hayn bihiibaa joogo oo tiisankii baa joogo dhan suntareebkii baa joogo marka waxay u baahan tahay horta koob in manhajkii lasoo yareeyo waqtigoodana lagu soo fiiso taasi waa koob oo waa halkii manhajkan kasoo gelay arrimaha diinta sheegeen runtii waa very very important wey wasaaradda diinta oo qaabta weeyaan roolka inay qaadato oo ay noo diraan afar sheekh ama baxriin hau diraan ama carabta kale hau diraan deetana macalimiintii oo interpretarkii garanaysa oo si fiican luuqadii usoo baratay ay masaajidadii la wareega oo de wax way furihii isku xidhiyay ilaahay subxaana wa tacaala iyo deediinteeni dad muslimiin taasina waa arrinta labaad noo sheegay arrimaha kale u baahan in la gaadho oo la sameeyo waxa weeyaan somaliland sign language unity in la sameeyo cabdisalaam waa arrin very very important markaas waxaa soo bixi doonaa arday aydo reer geysaada iyo arday heelaas anada bare ceergaaba oo aan isfahmin ayaa soo bixi doona dadkii wada soomaali ah reer somaliland ah soomaaliduba sideeda guud ahaan marka gobolka loo eego ma leedahay sign language sign language unity ma wey waxaynu soo minguurino wadanka inoo keentay kenya sign language bayna soo galay anagu macalimiintii wasii baranay baan ahayn marka anagu kenyan baa keenay kenyan halkan ka keenay meel kale mahayna macalimiintii ay alaleyda tolooni keentay boora ma waada ayuunbaa kenyan ahaa sidaas wadanka ku soo galay marka imisa luqadood baa imika la isticmaalaa markay sign language ka timaada ama suul dhabaala saddex luqadood baa imika saddex kale american sign language oo internetka ka heleen dhalinyarada iyo dadka macalimiinta markii dee ay waayeen isku xidhka UK sign language-kii oo ay London inta badan ugu yimaatay xaawiya keeneen iyo Kenya sign language-kii dhuha marka waxay keentay inaad kelmadda maxaad uga jeedaa dib lagugu isbeeliyo oo sidaa la isku fahmo wax kaloo iyaduna muhiima cabdisalaan aan ku raaciyay maalin walba kelmadaheena hadal cusub baa kusoo biira matalan xisbiga wadani xisbiga kulmiye xisbiga ucid diiwaangelin wax saasoo kale kelmado saas inagu marka inagu iska horeyn bay dirnaho wixii weynu la qabsan laakiin waxaad meeshii kaga tagto qolooyinkii dambe baahida dhagaha ka lahaa oo waa inay calaamad helaan diiwaangelin waa sidee codayn waa sidee commission waa sidee
والرضيع عصبة واسدي مركها مر والبوين لا صعتها كلمة ديسان لا وجه عصبة وين لا صعتها دي على مدة نص مركها وحي سكر نبض وين الله لا سيدا يكون فهم العين عبد الشكور أبي أبض ما هتنت أبض ما هتنت وهكذا أنت هسوى حكولن بوقشة ده أنه ما أنت كنا بد هرجيس الدف كلاب أما كلانك دت كنا فضا كحق مقلك خميس والبا يا سيدي أنا هرو شاقي هل كنا يكون كل ما وأقول سويدر سيكون سميان وأقول تود أي سرو جسي قادان وحنق من قابسة حاو قضح ويد الدقن مجلد لندن وانت فضا مركي هل كنت بعده كل ما ذروا كل أوقا من قابسة وحني برنامج كجور رمية باهي هو ده يحيى ما يتعلن الله يعني لقبته بوقشة ذي ذي نيت هسي كل دم تي انتي ندي بكل ما ينو نبيت كلي كفرحي إل كاجاس حبت هذا يقرب ضعضة ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفدو العجو قدرته مرك ألسودك تو أبليكيشن كذهب شيل إل عك دريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي أي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي دي هاقة مالية ديت واو أسبوع كيسو في عيس أحيان متكيشي سماه ما شاء الله سيح معاك كوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتاه شن بات كوش بان كرتاه شن يتون بات كوش بان كرتاه لبات هم بات كوش بان كرتاه